السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هؤلاء الحوريات يكون بالآلاف، يكون خادما للزوجين، أنه لن يكون هناك غيرة من جانب زوجة الدنيا بسبب الحور العين، لأن الغيرة هي من المنغصات، فيما أن الجنة هي دار الخلد والنعيم. وكل شيء سوف يتغير يوم القيامة، الرجل السيء والمرأة السيئة سيتبدلان، لأن مقام الجنة نعيم آخر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأمور التي بها يدخل المؤمن إلى الجنة، قال: من بات وقد أضحك زوجته حتى نامت والبسمة على وجهها بات وقد غفر الله جميع ذنوبه. يعني لكي تكون من الفائزين أيها الرجل، أيها الرجل، إذا أردت أن تكون من الفائزين، قال صلى الله عليه وسلم: من بات وقد أضحك زوجته حتى نامت والبسمة على وجهها بات وقد غفر الله جميع ذنوبه، تكون من الفائزين. وبالمقابل، بالمقابل قال صلى الله عليه وسلم: امرأة أغضبها زوجها وهي لها حق فذهبت إليه قبل أن ينام وتقول: والله لا تنام ولا أنام ولا يغمض لي جفن ولا يغمض لك جفن حتى ترضى عني وأرضى عنك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. نعيم عظيم أعده الله تعالى لكل من صبر واحتسب، حتى إن الرجل إذا كان في نزاع مع زوجته وأغضبته وربما أراد أن يعنفها وربما أراد أن يرمي عليها الطلاق، لكنه صبر واحتسب وقال بأن ربنا أخذ منكن ميثاقا غليظا، صبر واحتسب. في تلك الليلة وهو نائم ربنا ينظر إليه مع ملائكته ويقول: انظروا إلى عبدي لقد كظم غيظه وصبر واحتسب لأزوجنه أجمل نساء الحور العين. فكل يوم غضب وكظم غيظه يزوج بأجمل نساء الحور العين، حتى إن الرجل لما يدخل إلى عتبة الجنة أول ما يدخل يجد أشجار عظيمة باسقة، أول الشجر شجر الرمان، والرمان هو من طعام أهل الجنة، فتشتاق نفسه إلى أن يأكل من هذا الرمان، فيقطف رمانة طازجة يفتحها فتخرج منها حورية جميلة وتتشكل حسب فكره ومزاجه، فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا حورية خلقني الله تعالى من أجلك، يوم أغضبتك زوجتك وصبرت واحتسبت فخبأني هنا حتى لا تراني العيون، حتى لا يطمثني إنس ولا جان، خبأني هنا فأنا ملكك الآن. ثم ينظر إلى باقي الرمان فتقول له: كل رمانة من هؤلاء فيها حورية أعدها الله إليك، هذه لما غضيت عن بصرك، وهذه لما صمت يوما حره شديد، وهذه لما كنت تقرأ القرآن، وهذه لما أنفقت من مالك لله، وهذه لما أفشيت السلام، وتلك لما زرت العائلة والأقارب، وهناك لما كظمت غيظك. فيقول العبد المؤمن: يا رب ليتك أعدتني إلى الدنيا فأتخلق بأخلاق الدين وأتخلق بأخلاق الإسلام لما رأيت من هذا النعيم المقيم. ثم ربنا عز وجل يقيم كل ليلة زفافا بين المؤمن والمؤمنة، ويجمع الله تعالى العائلات ويجمع الآباء والأولاد، حتى من زل قدمه وقل عمله، ما يسمى بقانون الإلحاق، وألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من شيء. نعيم مقيم أيها الأحبة الكرام ينتظرنا في الدار الآخرة، فلا عليكم، مشاكل الدنيا كلها هينة وسوف تزول، لا تملأوا قلوبكم بهموم الدنيا، بغلاء الأسعار،
ولا بمشكل الجفاف ولا بمشكل النزاعات بين العائلات ولا بمشكل الأمراض والأسقام ولا بمشكل الفقر. كل هذه أشياء سوف تزول. إياكم أن تملأوا قلوبكم بهذه المشاكل، املأوا قلوبكم بذكر الله، واجعلوا ألسنتكم رطبة بذكر الله، وتنافسوا في فعل الخيرات، فإن كل ابتلاء يعقبه جزاء عظيم ومقيم عند الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، ويزينه في قلوبنا وقلوبكم، ويكفر عنا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من عباده الراشدين. وبعد ذلك أيها الأحباب، سوف نفسح خطوطنا الهاتفية لكي نستقبل مكالماتكم ونجيب عن تساؤلاتكم حول الدين والحياة والعقيدة وحول الحال والمآل. ملكة جمال الجنة من هي؟ ملكة جمال الجنة الأكثر جمالا وتنعما التي يبدو منها نور يشع، فيقول المؤمن سبحان الله ما أشد هذا النور، أهو ملك كريم؟ فيقال له بل هو نور زوجتك التي ضحكت، فيصير حبه لها أشد من الحور العين. تكون زوجتك في الدنيا هي الأجمل والأشرف والأكمل، بل إن الحوريات يكن خداما لها، فالله تعالى أعد لهم النعيم المقيم والقصور المزينة والشباب الدائم، ونزع من قلوبهن الغيرة والحقد، فهنيئا لها ولأمثالها. فما قيمة وما علاقة والمقارنة بين زوجتك في الدنيا والحوريات؟ العلماء قالوا شتان بين من دخلت الجنة جزاء صبرها وعملها الصالح، وبين من خلقت ليجازى بها صاحب العمل الصالح. فرق كبير. الحورية في الجنة لم تبتلى، ولم يعطيها الله سبحانه وتعالى نفسا أمارة بالسوء، ولم يأمرها بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، ولم يأمرها بالصبر، ولم تتعرض للابتلاءات الشديدة، وإنما خلقها الله تعالى هكذا جميلة ليجازى بها صاحب العمل الصالح. أما المرأة المؤمنة فهذه ربنا ابتلاها بشدائد، أعطاها الحيض وأعطاها النفاس وأعطاها الغيرة وأعطاها مشاعر متقلبة، وتعرضت لابتلاءات شديدة، وصبرت واحتسبت، وكانت تصلي، وكانت تقوم الليل وتصوم رمضان وتصبر على الأذى، فمقامها عند الله أرفع بكثير من الحوريات. الغريب في الأمر أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى في القرآن العظيم ذكر في أكثر من موضع أن الرجل المؤمن يستمتع في الجنة بالحوريات، لكنه في المقابل لم يذكر النعيم والتواب للمرأة المؤمنة. لماذا؟ هذا السؤال يطرحه الكثير من النساء، لماذا ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الرجال وقال بأن لهن الحور العين، الرجل يؤتى 80 امرأة في اليوم، ولكن لم يذكر بالمقابل النعيم والتواب الذي للمرأة المؤمنة. ذكر العلماء أن ذلك يرجع إلى شدة الحياء، فالله سبحانه وتعالى لم يذكر من نعيم المرأة إلا أنه أعد لهن الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والزبرجد واللباس الاستبرق. لماذا؟ لأن النساء عادة عشقهن كثير في الملابس وفي الحلي، ونحن نلاحظ بأن المرأة عادة تحب دوما التجول في المحلات التجارية وفي القيصاريات، تريد أن تبحث عن الجديد في اللباس والموضة وفي العطور ومظاهر التزين، وكذلك الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان. فهذا تحدث عنه القرآن العظيم كثير، لكنه لم يتحدث عن أن النساء عد لهن رجال. قيل أن ذلك لا يليق بالمرأة المؤمنة، وقيل أن الله تعالى يرجع إلى خجل المؤمنات وشدة الحياء، ذكر فقط هذا الذي جاء بشكل عام، جاء الاكتفاء بقول الله تعالى
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا شكل عام، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله تعالى يعطي للجميع من المتع ومن الكرامات ما يشاءون، كما قال في موضع آخر جل علاه: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.